أكدت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خلال مشاركتها في منتدى بوابة الخليج، أكدت العمل على تعزيز المهارات لدى الكوادر البشرية لتمكينهم من تقديم إضافات إيجابية ومبدعة استعدادا لمستقبل أكثر ازدهارا. كما أكدت سعادتها عمل مملكة البحرين على وضع ملامح الرؤية الاقتصادية لعام 2050 بعد استكمال الرؤية الاقتصادية 2030. To realize that we've always had to really adapt. إننا ندرك أن علينا دائما أن نتكيف حقا مع المجهول، وربما يبدو هذا المجهول أكبر من جيلنا، لكن بالنسبة لي ما يجب التركيز عليه هو التكيف أثناء محاولتنا القيام بما نحتاج إلى التفكير فيه نظرا لكمية الأمور غير الواضحة. ما أحتاجه هو غرس السلوكيات والمهارات في الأشخاص والتي تمكنهم من تقديم الإضافة الإيجابية والمبدعة مهما كان الواقع في المستقبل، وهذا ما نحاول فعله تماما. ونحن نفضل استخدام كلمة تأمين المستقبل من دون أن نقرر ما هو شكل المستقبل، وأنا أقوم بتجهيز الأفراد لهذا المستقبل. وكما ناقشنا مسبقا، نحن نستعد لوضع الملامح الأولية لرؤيتنا الاقتصادية لعام 2050، ونستعد لتأمين اقتصادنا المستقبلي مع التركيز على الكوادر البشرية، ونحن عازمون على تنفيذها. ويتعين علينا الإدراك أننا لا نخطط لسنتين أو ثلاث أو خمس سنوات، نحن نتحدث عن 25 عاما قادمة، وهي رؤية 2050.